أسعد الله أوقاتكم بكل خير. منتصف النهار من 218 والبداية دائما بأبرز العناوين. جلسة منتظرة لمجلس النواب اليوم لمناقشة تعديل الإعلان الدستوري. الاتحاد الإفريقي يعين 5 رؤساء دول لمساعدة ليبيا في التصدي لداعش. جان إيف لوداغيان يدعو لسرعة التوصل لحل سياسي في ليبيا من أجل منع تمدد داعش. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. يستأنف مجلس النواب اليوم عقد جلسته الأسبوعية لمناقشة تعديل الإعلان الدستوري بعدما أن نجح الأسبوع الماضي في الوصول إلى النصاب القانوني عقب أشهر من عدم تمكنه في عقد جلسة للنظر في القضايا العالقة. وكان المجلس قد صوت الأسبوع الماضي على القبول بالاتفاق السياسي باستثناء مادة منه، ورفض التشكيلة الوزارية المقترحة من المكتب الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني. ومن المنتظر أن يشارك 12 عضوا مقاطعا التحقوا مؤخرا بطبرق وأدوا اليمين القانوني. وكان مجلس النواب قد استقبل يوم أمس عضوين مقاطعين لمجلس النواب اللذين وصلا إلى مدينة طبرق في خطوة لإنهاء الخلافات السياسية وتوحيد الصفوف بعد توقيع الاتفاق السياسي، حيث وصل النائب أكرم عيسى خليفة ونائبة ربيع عبد الرحمن أبو راس لأداء اليمين القانونية اليوم وممارسة مسؤوليتهما في مجلس النواب، خاصة وأنه في هذه الأيام تجري مناقشة مواضيع مصيرية منها المصادقة على التعديل الدستوري واعتماد حكومة الوفاق ليصل عدد الأعضاء الواصلين إلى طبرق من النواب المقاطعين 12 عضوا منذ الأسبوع الماضي. عقد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد حوما رئيس البعثة الليبية والوفد المرافق له عدة اجتماعات مكثفة على هامش القمة الإفريقية 26، كان من بينها الاجتماع بالأمين العام للأمم المتحدة حيث تم التباحث والتشاور حول أهم المستجدات المتعلقة بالوضع في ليبيا وموقف المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالخصوص. وعقد اجتماع آخر بالوفد الروسي المكلف بالشؤون الإفريقية والعربية لبحث العلاقات بين البلدين ودراسة تصاعد التوترات أو التطورات الأخيرة في ليبيا. قال المبعوث الأممي لدى ليبيا مارتن كوبلر في تغريدة على التويتر الأحد إن التحاور فيما بين الليبيين لا يعد أبدا انتهاكا للاتفاق السياسي، مضيفا بأنه وغير الحوار فقط نستطيع المضي قدما. وفي غضون ذلك قال نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معتيق في بيان نشره على صفحته على الفيسبوك بأن الزيارة التي قام بها رئيس المجلس فايز السراج إلى المرج واللقاء الذي جمعه بالفريق خليفة حفتر يعبر عنه شخصيا ولا يعكس رأي أو توجه المجلس الرئاسي خصوصا، وأن مثل هذه الزيارات يجد بأنها تناقش مسبقا أو تتناقش داخل المجلس الرئاسي في إطار زيارة جميع أطراف النزاع في ليبيا ضمن خطوة التوافق. ومن جانب آخر قال معتيق بأن الاتفاق السياسي نافذ منذ توقيعه بالصخيرات في 17 من ديسمبر 2015 وهو وحدة واحدة ويعتبر ملزما ولا يمكن إلغاء أو تجميد أي مادة من مواده، بالتالي فإن المجلس الرئاسي غير معني بإلغاء المادة 8 من الاتفاق السياسي أو أي مادة أخرى بحسب نص البيان. قال مفوض الأمن والسلم في الاتحاد الإفريقي إسماعيل شرقي بأن الاتحاد قرر تعيين مجموعة من 5 رؤساء دول للمساعدة في تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا والتنسيق في محاولة التصدي لتقدم داعش. وقال شرقي إن ما يسمى بتنظيم داعش يتقدم في شرق ليبيا ويضرب المنشآت النفطية في رأس لانوف ويرغب في توسيع تواجده في البلاد. أقل تحديدا هذا جانب يهمنا جميعا يتطلب اتخاذ إجراءات صارمة
لكن لا يمكننا القيام بذلك إذا لم يكن لدينا في الوقت الحالي حكومة وقوة ليبية لتجهيزها وإشراكها في العملية. قال أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون في مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات القمة الإفريقية 26 بأديس أبابا إن القمة الإفريقية ناجحة وإننا نعتبر الاتحاد الإفريقي شريكا أساسيا لنا داعيا إلى دعم ممثلي ليبيا لإعادة الاستقرار في البلاد. وأكد أن شراكة الأمم المتحدة مع الاتحاد الإفريقي تقوم على التعاون، مشيرا إلى أهمية مواجهة الإرهاب ودعم كافة الحكومات للجهود المبذولة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن ما تم إنجازه في ملف التغيرات المناخية لم يكن ليحدث دون جهود القارة الإفريقية. وحول إصلاح الأمم المتحدة قال بان كي مون إن الأعضاء يعملون بكل كفاءة لدعم العمل مع المنظمة في كافة مؤسساتها. قد ناقش الأعضاء إصلاح مجلس الأمن، وسوف نبذل المزيد من الجهود لتسهيل عملية الإصلاح، وهناك أفكار عديدة ومتنوعة مقدمة من قبل الأعضاء المختصين بهذا الشأن. كشف وزير الشؤون المغاربية الجزائري عبد القادر مساهل عن زيارة عمل للمبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر إلى الجزائر اليوم الاثنين. مساهل أكد أن الاتحاد الإفريقي يؤيد مسار الأمم المتحدة لإقرار السلم في ليبيا، وفي هذا الشأن قال مساهل سيزور الممثل الخاص للأمم المتحدة كوبلر الجزائر على رأس وفد هام، مضيفا بأن زيارة كوبلر للجزائر تدخل في إطار الاتصالات الدائمة ما بين الجزائر وأطراف ليبيا. وتأتي زيارة العمل التي يقوم بها رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى الجزائر لاستكمال المراحل الأساسية لما بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني. قال وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودغيان الأحد بأن هناك حاجة ملحة للتوصل لحل سياسي بشكل سريع في ليبيا لمنع التمدد السريع لداعش. أضاف لودغيان الذي استخدم لفظ داعش باللغة العربية في حديثه عن التنظيم أن لديه الآلاف المسلحين في هذا البلد الساحلي، وما يزيد من الخطر هو تسلل البعض منهم في أفواج المهاجرين القادمين إلى أوروبا مرورا بليبيا، مضيفا أنهم أبدوا قلقهم مرارا منذ سبتمبر 2014 جراء الوضع القائم في ليبيا، لكن الخطر تفاقم وهم على بعد كيلومترات معدودة من السواحل الأوروبية. اختتم لودغيان حديثه بقوله فقط من خلال دعم المسار السياسي الليبي وتمكين حكومة قوية من إدارة البلاد يمكننا العمل من أجل القضاء على هذا الخطر. اتفقت مصر والجزائر على فتح خط اتصال ساخن بين وزارتي الدفاع في البلدين يهدف إلى تبادل المعلومات الأمنية حول التطورات الميدانية على الأرض في ليبيا، خاصة في مجال تحركات الجماعات المسلحة.
وبحسب مصدر أمني جزائري فإن البلدين تبادلان على مدار الساعة المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بتطوير الوضع الميداني في ليبيا، حيث التزمت الجزائر بتوفير الحد الأقصى والممكن من المعلومات في المناطق الغربية لليبيا المجاورة لها، بينما تلتزم السلطات المصرية من جانبها بتوفير معلومات عن المناطق الشرقية المتاخمة لحدودها في إطار تقصي المعلومات حول تحركات الجماعات المتشددة، مضيفا أن قرار تسريع عملية التوصل الأمني بين البلدين اتخذ على أعلى مستوى في الجزائر، أي من قبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. قد اتفق مسؤول البلدين على تكثيف التعاون العسكري والأمني لمواجهة تنظيم داعش في ليبيا. قام فريق من ضباط الجيش والمخابرات البريطانية بإجراء مهمة استطلاع سرية إلى ليبيا للتخطيط لشن ضربات جوية ضد تنظيم داعش بالبلاد. 6 من ضباط سلاح الجو الملكي البريطاني وصلوا بحسب صحيفة ساندي تايمز إلى قاعدة جوية في شرق ليبيا جنبا إلى جنب مع مجموعات من النشطاء والدبلوماسيين من وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والولايات المتحدة وأفراد الجيش الفرنسي. وفقا للصحيفة فإن مهمتهم كانت جمع معلومات استخباراتية حول مواقع المقاتلين ووضع الأهداف المحتملة للضربات الجوية البريطانية وقوات التحالف. جددت الحكومة المؤقتة مطالبتها المجتمع الدولي بالإسراع في رفع حظر تسليح الجيش الوطني فورا، وذلك للقضاء على تنظيم داعش وعدم التجحجح بها، موضحة أن الأمور لم تعد تحتمل التأجيل والمماطلة. وناشدت الحكومة في بيان لها أبناء الشعب الليبي بالوقوف صفا واحدا في وجه المؤامرات التي تحاك للنيل من هذا الوطن الذي أنهكته الجراح، ونبذ الفرقة والخلاف والالتفاف حول الجيش للقضاء على تنظيم داعش. وأوضحت الحكومة أن خطر تنظيم داعش الداهم سيطال الجميع ما لم تتكاثف كل الجهود الدولية للقضاء عليه، وتقديم يد العون للجيش الوطني الذي يقاتل هذا التنظيم نيابة عن العالم ويقدم يوميا قوافلا من الشهداء والجرحى. تواصل أعيان ومشايخ وعمداء قصر بن غشير ومصراتة إلى وقف فوري شامل لإطلاق النار في منطقة قصر بن غشير، وتم التوصل لإطلاق سراح الموقوفين وتسليم الجرحى والمتوفين، وفتح الطريق لمدخل ومخارج المنطقة، وحيلت أسباب الخلاف إلى الجهات القانونية. وذكر أيوب الشرع منسق العلاقات الليبية التونسية بأن لجنة التواصل ببلد مصراتة وعميد بن غشير والمناطق المجاورة تتولى اتخاذ الإجراءات المناسبة لإحالة قاطعي الطرق والمسؤولين على الأماكن العامة بالمنطقة ورجوع الكتائب العسكرية إلى مقرها خارج نطاق المنطقة. وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف مصطفى المصري مسؤول قوة المنافذ بمنطقة بن غشير. سيد مصطفى، مرحبا وشكرا على وجودك معنا. هل لك أن تضعنا في صورة الوضع القائم الآن على الأرض بعد الأحداث التي دارت في اليومين الماضيين في قصر بن غشير؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي صاير توا في قصر الغشير احتقان الاهالي لحد الان، احتقان وتجمع كبير من سكان قصر الغشير. اللي صاير في منطقه قصر الغشير نبهنا عليه لنا اكثر من 6 شهور ولا 7 شهور، نبهنا عليه من الخطف مشاركين فيه من مجموعات المفرطة اللي قاعدين هنا في المزرعه تبلع حب الخضره، واللي قاعدين في جوازات القصر، واللي قاعدين في الشركات، هذوما مديرين اللي ما دار حد. نعم. والتو اللي صار امس على اساس شادين اي حد من سكان قصر الغشير يشدوا فيه واللي وعلى اساس ان هم بيطلعوا من خارج نطاق حدود قصر الغشير، حتى الان قاعد ما صار شيء. نعم. قاعدين في مجمع الشركات وهنا في المحلات القريبه من الاماكن قاعدين فيها هم.
نعم، بخصوص الأنباء التي تواردت عن التواصل لاتفاق مصالحة بين الأطراف المتنازعة، هل بدأ تطبيق الاتفاق على الأرض فعليا؟ حاليا لم يحدث شيء. وأخبار التي تفيد بفتح الطرق وتسليم الجرحى والمتوفين لكلا الطرفين؟ لحد الآن ما صار شيء. هل الاشتباكات مستمرة في قصر بن غشير؟ حاليا متوقفة من ليلة البارحة. نعم، هل هناك جهد لمنع التكرار أو توقف ما يحدث الآن في مدينة أو منطقة قصر بن غشير؟ والله بإذن الله بعد التحرير بندور بوابات في المداخل قصر بن غشير تخص أهالي قصر بن غشير، يعني توار منطقة بوابات لمنع دخول أي مسلح داخل قصر بن غشير. نعم، عبر الهاتف مصطفى المصري مسؤول قوة المنافذ بمنطقة قصر بن غشير، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور العربي الشريف إن الهيئة وصلت إلى طريق مسدود بعد تعبئة عدد من أعضاء الهيئة وخاصة لجنة العمل. أضاف الشريف في تصريح صحفي أن عددا من أعضاء اللجنة متمسكين بمقترح اعتماد 3 عواصم في الأقاليم 3 هي طرابلس وبنغازي وسبها، واصفا المقترح بغير الواقعي. وأعرب الشريف عن استغرابه من استمرار اجتماع لجنة العمل بالرغم من عدم اكتمال النصاب بعد انسحاب عضوين من المنطقة الغربية وهما سالم كشلاف وعبد الباسط النعاس، احتجاجا على ما وصفوه بالمغالبة بدل التوافق فيما يتعلق بالقضايا الخلافية في المسودة، مشيرا إلى أن لجنة العمل في وقت سابق قررت تجميد أعمالها بسبب تغيب عضوين من المنطقة الشرقية. قالت مصادر محلية بأن انفجارا وقع في ساعات الفجر الأولى اليوم في الأنبوب النفطي الواصل ما بين حقل أمال والمحطة 108 التي تقع على بعد 60 كيلومترا جنوب أوجلة. ورجحت المصادر أن تكون العناصر المسلحة التي فرت من مدينة جدابية هي من وقفت أو تقف وراء هذا التفجير، ولم تتضح حتى الآن ماهية الخسائر الناجمة عن التفجير وحجم الأضرار التي خلفتها. يعمل تنظيم داعش على تجنيد الأطفال في صفوفه وأيضا ويقيم لهم المعسكرات في الرقة السورية وسرت الليبية في مقابلة تعتبر الأكثر وحشية في تاريخ الإرهاب. المزيد في التفصيل والتفاصيل في التقرير التالي. بعد عمله على استقطاب مقاتلين جدد في صفوفه وقتله لبعض عناصره عقب محاولاتهم الهرب من التنظيم، يبدأ داعش في تجنيد الأطفال لإقحامهم في أعمال قتالية وتنفيذ هجمات انتحارية. هذه الخطوة التي يعتزم داعش القيام بها وجعلها حقيقة على الأرض من شأنها أن تكون الأكثر جرأة بعد أعماله الإجرامية على امتداد الأشهر الماضية. بحسب تقرير لمنظمة الأمم المتحدة، فإن ما بين 800 و900 طفل خطفهم داعش في مدينة الموصل في العام 2015 لتدريبهم عسكريا. وأضاف التقرير أن أعمار الأطفال تراوحت ما بين 10 و15 سنة، كما أنه يملك معسكرات لتدريب الأطفال في مدينة الرقة السورية وسرت الليبية. وفي ذات السياق قال مرصد الأزهر في تقرير له إن ما يقارب 3000 طفل يتدربون في معسكرات داعش، وإن التنظيم يعمل على خلق أجيال جديدة له في المستقبل. أما في ليبيا التي يسيطر التنظيم على بعض مدنها، فقد عمل على تأسيس معسكرات في عام 2014 في مدينة سرت ودرنا وبنغازي لإدخالهم في برامج لغسيل العقول، كما أن هناك تقرير للمركز الليبي لمكافحة الإرهاب يقول إن داعش جند قرابة 100 طفل في عام 2015. مراقبون يرون أن التنظيم أصبح يعاني من نقص في صفوفه وموارده، وأن هذه الخطوة يحاول من خلالها سد الفراغ الذي يعانيه، وهذا ما جعله يرى في ليبيا موطنا جديدا له لما تملكه من ثروات وغياب للدولة، إضافة إلى الخسائر التي يتكبدها من هجمات التحالف في العراق.
تمكنت الأجهزة الأمنية التونسية السبت من تفكيك خلية إرهابية ذات صلة بتنظيم داعش تجند الشباب وترسلهم إلى ليبيا وسوريا. وأفادت الداخلية التونسية في بيان عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك أنها تمكنت من اعتقال شاب يشتبه في انتمائه لتنظيم متشدد في محافظة المنستير شرقي تونس حاول السفر إلى خارج الأراضي التونسية. هذا وأفادت السلطات التونسية أنها فتحت تحقيقا في القضية مكنتها من إماطة اللثام عن خلية إرهابية كان الشاب يعمل ضمنها وعلى صلة بتنظيم داعش. في منتصف النهار ولكن بعد هذا الفاصل. تحت شعار نعم نستطيع، مؤسسة ملتمين على الخير تطلق برامجها ونشاطاتها لهذا العام. جلسة منتظرة لمجلس النواب اليوم لمناقشة تعديل الإعلان الدستوري. الاتحاد الإفريقي يعين 5 رؤساء دول لمساعدة ليبيا في التصدي لداعش. جان إيف لوداغيان يدعو لسرعة التوصل لحل سياسي في ليبيا من أجل منع تمدد داعش. من جديد أهلا بكم. ذكر مصدر من حقل الفيل النفطي الواقع على بعد 200 كيلومتر جنوب غرب سبها مجموعة مسلحة تابع لجهاز حرس المنشآت ومعهم عدد من المدنيين منعوا إقلاع طائرة كانت تنقل مقر مجلس صالح قلمة مطالبين بتلبية عدد من المطالب تمثلت في دعم أفراد جهاز حرس المنشآت بالأسلحة والآليات والذخائر لتأمين الحقل وتوفير مستشفى ميداني في من حصرت مطالب المدنيين بفتح خط جوي بين حقل الفيل ومطار طبرق وصيانة مستشفى العام ودعمه بأدوية السكري والضغط وتوفير طاقم طبي. يشرف مركز التدريب بمحطة الرويس بمنطقة الأحوامد على تدريب كوادر فنية تعمل بالمحطة في إطار الجهود المبذولة للرفع من كفاءة الموظفين. التفاصيل في التقرير التالي. نظرا لأهمية قطاع الكهرباء والعمل على تطويره، يقوم مركز تدريب محطة الرويس الذي يقع بمنطقة الحوامد بتدريب كوادره لرفع الكفاءة في الإنتاج ولسير العمل. المهندس طبعا والفني اللي بيجي بيخدم في المحطة أول شيء يديروا له امتحان قبول، ولما يجتاز الامتحان هذا بنجاح ياخذ دورة تدريبية نظري 10 أسابيع. لما يجتاز دورة تدريبية النظري بيخش في العمل يعطيه 10 أسابيع. المحطة تتكون من 6 وحدات غازية، 5 منها من تصنيع شركة هندية وأخرى من تصنيع شركة سيمنز الألمانية. يعتمد إنتاج الطاقة الكهربائية في التوربينات الغازية على تحويل الطاقة الحرارية الناتجة من حرق الوقود من غرف الاحتراق إلى طاقة ميكانيكية بواسطة المولد الكهربائي. المهام اللي يقوم بها قسم التشغيل هي مراقبة تشغيل الوحدات الغازية، لأن المحطة الجبل الغربي برويس تتكون من 6 وحدات غازية للطاقة الكهربائية، كل وحدة تنتج في 156 ميجاوات. طبعا في الوقت الحالي تو المحطة تشتغل بكامل قدرتها اللي هو 6 وحدات غازية. والله العوائق هي طبعا قسم التشغيل طبيعة عمله 24 ساعة اللي هي عمل مناوبي، طبعا فترة الليلية وفيها صعوبات لأن ضروري في حد متواجدنا في الغرفة ويقوم بالتنسيق مع التحكم الرئيسي لاستقرار الشبكة العامة الكهرباء. ومن ميزات المحطات الغازية أنها رخيصة الثمن وسريعة التشغيل وسهلة الصيانة، كما أن تركيبها لا يحتاج وقتا طويلا وأنها تحتاج إلى عمالة قليلة. أما بالنسبة إلى احتياجها للماء فهي لا تستهلك كثيرا مقارنة بالمحطات البخارية. تقوم المحطة بإنتاج وتوزيع الكهرباء لمحطات المنطقة الغربية والتي منها محطتا رويس بئر الغنم الأولى والثانية ورويس شكشوك وغدامز وبوعرقوب.
أما في طرابلس إطلاق برامج وأنشطة مؤسسة ملتمين على الخير لهذا العام تحت شعار نعم نستطيع بحضور عدد من النشطاء ورجال الأعمال ومندوبي الشركات العامة والخاصة. وتعمل هذه المؤسسة على توفير الاحتياجات الأساسية للأسر المحتاجة من نازحين وغيرهم من خلال توفير الأدوية والأغذية وباقي الاحتياجات. كما تم خلال الحفل افتتاح منظومة لحصر وتسجيل كافة العائلات التي تحتاج للإغاثة وتسهيل عملية تعاون فاعلي الخير مع المؤسسة. أنا الجماعة طبعا بالنسبه لحفلنا هذا بالنسبه لمؤسسه ملتمين على الخير هو كان لاطلاق الانشطه نتاع سنه 2016 بالاضافه الى انشطه او عرض لانشطه 2015. حاولنا ان احنا نستفيدوا من الاخطاء السابقه. سنه 2015 كانت فيها العديد من العراقيل، كانت فيها العديد من المشاكل، كنا نعانوا مشاكل في التمويل. بس سنه 2016 احنا نحاول ان تكون ما فيش مشاكل في التمويل. اليوم اطلقنا البرامج. بالنسبه لموضوع تسجيل الحالات ان هم عندنا ارقام احنا تبع الجمعيه، تمام، يتصلوا بنا على ارقام الجمعيه. عندنا استبيان نموذج مخدوم فيه اكثر من طلب، اكثر من معلومه ناخذ فيها احنا من الجمعيه كمؤسسه. وبالنسبه للتسجيل الحالات فبعد ما احنا تتصل بينا اللجنه هذه ناخذ النموذج هذا، فاحنا نقعد ناخذ منها في عدد البيانات اللي هي تحتوي على عدد افراد الاسره ومواضيع من ذلك الشيء. فنحاول ان احنا ناخذ اكبر عدد معلومات ممكن اللي هي ممكن تفيدنا احنا كلجنه تسجيل حالات، وتفيد لجنه الزيارات اللي هي بتمشي تقوم بالزياره للعائله المحتاجه، وفي نفس الوقت تفيد لجنه المساعدات. بحكم الاعمال اللي قدمتها ملتمين على الخير مجهود طيب، ويعني ساهموا مساهمه ايجابيه في ظروف صعبه هي في طرابلس بالذات، يعني بحكم ان المشاكل اللي صايره الاجتماعيه في طرابلس. طبعا مجهودهم كبير جدا واعمال قدموها كويسه. بالنسبه للحفل تاع اليوم، طبعا اغلب او معظم الجمعيات الموجوده مؤسسات المجتمع المدني ما عندهاش ثقافه اللي موجوده عند ملتمين الخير ان هي تدير حفل اشهار او حفل اعلان الخطه السنويه تاع العام الجاي باش تحدد المهام لكل فرد او تحدد اللي هي العمل نتاعها، بحيث ان اي جهه معينه تقدر تساهم معاهم في الانشطه نتاعها. رغم ما يعانيه قسم القلب بمركز بنغازي الطبي من قلة الامكانيات الى انه يواصل عمله في ظروف استثنائيه. التقرير التالي والتفاصيل. قرابة 15 عملية جراحية يقوم بها يوميا قسم القلب بمركز بنغازي الطبي رغم ما يعانيه من قلة الإمكانيات. ونظرا لأهمية القسم الذي يعد الوحيد في ليبيا الذي يعمل، قرر أطباؤه وأطقمه استمرار العمل. للأسف نحن من الإسعاف ومن نقص المواد ومع ذلك الناس ما زالت تقاتل وتشتغل. وأنت تتجول في أروقة القسم سترى نوعا آخر من المقاتلين الذين لا يعرفهم أحد، وهم يكافحون لإنقاذ حياة إنسان رغما عن فوضى الحرب وانتشار الإرهاب الذي تشهدها بنغازي وكل ليبيا. أنا طبعا هنديروا بالقصر شرايين إنتاجية، معظم حالات شرايين إنتاجية وتركيب دعامات وكذلك تركيب المنظمات القلبية وما يقال عنها CRTD وCRTP، هذه أجهزة إعادة تناغم عضلات القلب وعلاج النبضات السريعة وعلاج النبضات البطيئة، هذا كله في هذا المركز. في الجانب الآخر ثمة مقاتلين من نوع آخر يكافحون لقتل وتهجير كل إنسان وهم ملثمين، محاولين فرض أفكارهم ورؤاهم التي لا تنتمي للعطاء والعمل. لا يستقبل القسم حالات من بنغازي وحدها بل من كل مدن ليبيا، في إشارة أصبحت ليبيا في حاجة لها، وهي أن كل مدينة بنغازي وكل بنغازي مدينة. وللاقتراب أكثر من معاناة قسم القلب بمركز بنغازي الطبي ينضم إلينا خالد اللافي رئيس قسم أمراض القلب. شكرا على وجودك معنا دكتور خالد. مركز القلب سجل خلال الفترة الماضية استقبال حالات كبيرة تم معالجتها على مستوى ليبيا، هل لك أن تطلعنا بإيجاز عن أهم ما تم تحقيقه؟ اهلا وسهلا بكم بكم بقناتكم الكريمه. ما تم في قسم امراض القلب بمركز بنغازي الطبي في السنه السابقه يعتبر انجاز كبير جدا، يعتبر تم اجراء اكبر عدد من عمليات القسطره في القسم، حيث بلغت عدد العمليات الكلي 1700 عمليه
منها 1200 عملية قسطرة تشخيصية و400 حالة قسطرة علاجية وتركيب منظمات القلب 100 حالة. وطبعا تركيب دعامات القلب حدود 700 دعامة تم تركيبها في خلال 2015، وهذا يعتبر أكبر عدد في تاريخ أمراض القلب في ليبيا، يعني حتى في الأوضاع الطبيعية أيام يعني في 2011 وقبل 2011 أيام البلاد كانت مستقرة لم يتم تركيب هذا العدد وهذا الإنجاز من قبل يعني. نعم، مركز أمراض القلب يعد الوحيد في المنطقة، ما هي المشاكل والمعوقات التي تواجهكم في ظل تزايد الضغط على الكوادر الطبية والمرافق الخاصة بالمركز؟ طبعا السبب طبعا إغلاق المراكز الأخرى زي مركز القلب ومركز الهواري وعدم وجود أي مراكز متخصصة في المنطقة الشرقية أدى إلى استقبال أعداد كبيرة. نحن نستقبل في حالات من أقصى الجنوب من الكفرة إلى أقصى الشرق من طبرق ومساعد إلى لغاية سرت، فهذا كانت تغطي في مساحة 2 مليون شهر نسمة. وطبعا في وضع حالة مربي مدينة بنغازي من قلة الأمن والأمان ونزوح الكثير من العناصر الطبية الأجنبية، يعني نحن ما عادش عندنا أي عنصر طبي مساعد من التمريض، بالإضافة إلى حتى الأطباء يعني في نزوح كثير من الأطباء إلى خارج مدينة بنغازي، واستقبال الحالات من جميع المراكز الأخرى أدى إلى زيادة الكثافة اللي نستقبلها يوميا، بالإضافة إلى نقص في المستلزمات الطبية والأدوية. نعم، هل هناك نعم يعتبر قليل جدا لان نعمل المركز ما يعملش بالقدره الاستيعابيه كامله نتيجه نقص التمريض، فهذا ادى الى استقبال حتى عندنا حالات الجلطات القلبيه استقبالها وبقائها في الطوارئ ونقص الادويه الضروريه اللي هي تؤدي الى اللي هي المفروض المريض ياخذها في خلال 24 ساعه من دخول المستشفى. فلدينا طبعا مشاكل، لكن حاولنا طبعا في وجود الطاقم الطبي الموجود وجهود كبيره من الاخصائيين والاستشاريين ان نحاول نعالج اكبر عدد ممكن في هذه الظروف الصعبه، يعني احنا يوميا نقوم باجراء ما بين 10 الى 15 عمليه قسطره. هل هناك خطه تطويريه مرتقبه في ضوء ازدياد اعداد الحالات التي يتم استقبالها من قبل مركزكم وصولا الى اجراء عمليات اكثر دقه وتعقيدا؟ والله نحن طبعا خطبنا الامداد الطبي ووزاره الصحه باحتياجاتنا من الادويه من المستلزمات الطبيه ولازلنا ننتظر صراحه لحد الان لم يتم توفير المطلوب، واحنا زي ما قلت لك يعني صحيح العدد كان عدد كبير جدا ولكن حرصنا في نفس الوقت على ان تكون الجوده في الاداء وحتى عدد المضاعفات الطبيه من هذه العمليات ما زال يوازي المراكز الطبيه في اوروبا وفي امريكا، يعني مش فقط زياده في العدد هو الحرص على الجوده والاداء الجيد حرصنا عليه، وهذا الحمد لله لحد الان ما زلنا مستمرين فيه. الدكتور خالد اللافي رئيس قسم امراض القلب، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. نظمت في بنغازي وقفة تضامنية من أجل الأطفال المصابين بمرضى السرطان للمطالبة بجهات الاختصاص بالاهتمام بهم وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم. الوقفة التي دعت إليها منظمة سمحة بنغازي اليوم وقفنا في وقفة تضامنية من أجل أطفال السرطان، وأيضا من خلالها نطالب وزارة الصحة بالاهتمام بهذا القسم في مستشفى الأطفال، وأيضا من خلال مطالب الأهالي يطالبوا بزيادة عدد الأطباء الاستشاريين والأخصائيين لهذا القسم، وأيضا من ضمن مطالبهم وقف العطلة في يوم الجمعة والسبت، مش بس مقتصر على جميع المستشفيات لأن المرض ما يحتاجش أن يأخذ حتى هو إجازة معك في من خلال يومين هذنا. فطبعا احنا اليوم جينا ووفر يعني وطلبنا بالحاجات هذنا ونتمنى أنها توصل لوزارة الصحة وأنها توفر المطالب هذنا للأهالي، وشكرا. اليوم كنا في وقفة تضامنية مع الأطفال هذوما، أطفالنا أخوتنا، وعرفنا على الحاجات النقصات والمشاكل اللي يعاني منها القسم، زي مثلا نقص في الأطباء، نقص مثلا في التمريض، نقص في الأدوية، الصعوبة الكبيرة اللي تواجهنا في الحصول على الدم، على صفائح الدموية يعني. فحابين حتى نعرفوا على حملتنا الجاية واللي هي لها علاقة بالمتبرعين بالدم،
هي اسمها حملة دمك لي وأجري ليك، فكرتها أن كأن الطفل يحكي للشاب أو للمتبرع. أقرت الجمعية العمومية للجمعية الزراعية بغات في اجتماع لها تشكيل لجنة إدارية جديدة للجمعية مكونة من 6 أشخاص بعد وفاة رئيس اللجنة الإدارية السابقة إبراهيم الأنصاري. جمعية غات تعتبر من الجمعيات القديمة والأولى في ليبيا اللي تم تأسيسها في سنة 1972. من سنة 72 كانت بدأت بدايتها بعدد 195 عضو مساهمين بالجمعية بقيمة إجمالية ب 1960 دينار. هذه بداية الجمعية، واستمرت الجمعية بعملها بقيادة مؤسسها المرحوم إبراهيم عبد الرحمن الأنصاري إلى في سنة ماشية الجمعية بالنهوض بتوفير مواد زراعية للمساهمين المواطنين في غات، وتوفير جميع متطلبات المواطن في غات، مواد بناء ومواد كهربائية والسباكة كل ما يحتاج المواطن. تتابعونا في منتصف النهار، ولكن بعد هذا الفاصل. مصرف الصحاري فرع سلوق يفتتح أبوابه أمام زبائنه بعد وصول السيولة النقدية. جلسة منتظرة لمجلس النواب اليوم لمناقشة تعديل الإعلان الدستوري. الاتحاد الإفريقي يعين 5 رؤساء دول لمساعدة ليبيا في التصدي لداعش. جان إيف لوداغيان يدعو لسرعة التوصل لحل سياسي في ليبيا من أجل منع تمدد داعش. من جديد أهلا بكم. أعاد مصرف الصحاري فرع سلوق فتح أبوابه أمام زبائنه بعد وصول السيولة النقدية للمصرف عقب غياب طويل دام قرابة 3 أشهر لعدم توفر السيولة لصرف المرتبات الشهرية للمواطنين. إدارة العلاقات العامة والإعلام المحلي بسلوق رصدت جانبا من أجواء المصرف. نتابع. عمل هذا عمل مشكورين جدا، وتم تقديم المنطقة إن شاء الله، وشوفوا الناس واضح الناس من ناحية الرواد التعالي من أي ناحية، وين البلوس يطلع النبو نعرف وين، هل نحن ليبيا مناش ليبيا مناش ليبيا يستفرون حتى برا. شكرا. بالنسبة للسيولة اليوم متوفرة الحمد لله، زادت مغار العرب تحمد ربها شوي وإن شاء الله متكافية السيولة لمدة زان 3 سيارات إن شاء الله لمدة 3 أيام 4 أيام أخرى زيات إن شاء الله تكافى، وإن شاء الله الخير جاي إن شاء الله. لا والله ما عندي منقول، إن شاء الله خير، طور أبو بارك. أقام مكتب الرعاية الصحية الأولية بغات بالتعاون مع قسم الصحة المدرسية بمكتب التعليم ورشة تدريبية للمشرفين والمسعفين الصحيين بالمدارس، وذلك استعدادا لبدء النصف الثاني للعام الدراسي للرفع من معلوماتهم وكفاءتهم وللتوضيح دورهم في العملية التعليمية التطعيمية بالمدارس التي ستنطلق في الفصل الدراسي القادم بالتنسيق مع إدارة التعليم. تكونوا مراقبين ليهم، تكونوا مراقبين ليهم وتشوفوا شنو البيئة المدرسية، تحسين البيئة المدرسية، البيئة المدرسية مسؤولة عنهم وكيف يخدموا ومش عارفين يستعينوا بمن. فهمتوا كيف؟ أنت كنترول كل الموضوع كويسة، لازم يكون عندكم ملاحظاتكم على المقصد المدرسي ويكون تحت رعايتكم المباشرة. محاور الدورة كانت عن كيفية إعداد اللي هو خطة عمل للمسعف الصحي منذ البداية أو منذ بداية العام الدراسي حتى نهاية العام الدراسي، وأيضا تعريف بدور الصحة المدرسية، وأيضا تعريف بمهام المشرف الصحي داخل المدرسة، وأيضا محاضرة عن البيئة المدرسية
وعن تطعيمات اللي هو المدارس اللي حتنعطى، وايضا التعريف عن اللي هو تطعيمة الورم الحليمي للبنات. افتتحت شركة البيان للهاتف المحمول مكتب خدمات لها في منطقة براك بوادي الشاطئ بالقرب من المصرف التجاري بحي الزاوية. مدير فروع المنطقة الجنوبية بالشركة أبو بكر أبركة قال ل218 إن مكتب خدمات براك سيكون نقطة بداية لافتتاح العديد من المراكز في مختلف المدن المنطقة الجنوبية، مضيفا أنه تم توقيع عقد تطوير شبكة الاتصالات لشركة لبيانا آخر ديسمبر الماضي لغرض تطوير الخدمة بما فيها شبكة الجيل الرابع. نقطة بداية لافتتاح مراكز في جميع ربوع المنطقة الجنوبية، كما أن شركة لبيانا بإذن الله تبشر مشتركي المنطقة الجنوبية بأنه تم توقيع عقد تطوير شبكة لبيانا بتاريخ 31/12/2015، وسيكون نقطة تحول في خدمات التي تقدمها الشركة لمشتركينها، باعتبارها ستكون جميع معداتها من الجيل الرابع، وستوفر كامل الخدمات من إنترنت واتصالات للمشتركين، وستكون بإذن الله نقطة جديرة بأهلنا في المنطقة الجنوبية أن يتمتعوا بكامل الخدمات المتاحة في شركة لبيانا لتسهيل جميع الخدمات لهم وتوصيل ما يمكن توفيره لهم من خدمات واتصالات بإذن الله إن شاء الله. بهذه المناسبة نتوجه إلى جميع الشركات الوطنية لفتح فروع لها داخل بلديات وادي الشاطئ لما يتمتع به من استقرار أمني واجتماعي بمقارنة ببعض مناطق ليبيا لإيجاد فرص عمل وتنمية داخل بلديات وادي الشاطئ. تعويضات بالملايين وربما بالمليارات تنتظر أسر ضحايا حوادث الطائرات. في التقرير التالي نسلط الضوء على أكبر التعويضات التي حصل عليها ضحايا الطائرات المنكوبة حول العالم، لنتابع. في أكبر عمليات تعويض في تاريخ الطيران حول العالم جاءت تعويضات سقوط طائرة لوكربي الأمريكية التي أسقطت في عام 1988، التي راح ضحية سقوط الطائرة جميع الركاب ب2.7 مليار، حيث أعلنت ليبيا مسؤوليتها عن سقوط الطائرة في عام 2003. أكبر عمليات التعويض حادثة طائرة طيران الخليج عام 2000، راح ضحية سقوط الطائرة 143 راكبا من 22 جنسية، من بينهم 66 راكبا من مصر و34 راكبا من البحرين، وينتمي آخرون من جنسيات أخرى. دفعت الشركة 16.5 مليون دولار لتسبب مديرها بشكل مباشر أو غير مباشر عن سقوط الطائرة. طائرة جيرمان وونجز الألمانية سقطت الطائرة في جبال الألب، بلغ عدد الضحايا 150 راكبا، وبلغ عدد التعويضات 300 مليون دولار. التعويضات بلغت مليون دولار لكل راكب. الطائرة الماليزية في عام 2014 227 راكبا كانت تحملهم الطائرة، وبلغت التعويضات 270 مليون دولار. قتل شاب فلسطيني يبلغ 19 عاما صباح اليوم بعد أن أطلق جنود إسرائيليون النار عليه جنوبي مدينة طولكروم، وذلك بحجة قيام بعملية طعن. مصادر إسرائيلية زعمت أن الشاب اقترب من جدار مستوطنيه جنوب المدينة وحاول طعن الجنود الذين أطلقوا النار عليه، ما أدى إلى مقتله على الفور، فيما لم يصب أي من الجنود بجروح. على صعيد منفصل، فرض الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية طوقا أمنيا محكما على محافظتي رام الله والبيرة بالضفة الغربية المحتلة، وعزلتهما عن محيطهما الخارجي، ومنعت المواطنين الفلسطينيين من الدخول إليهما أو الخروج منهما عقب مقتل فلسطيني وإصابة آخر في حادثين منفصلين. Thank you.
يلتقي مبعوث الأمم المتحدة للسورة ستيفان دي ميستورا ظهر اليوم في جنيف وفد الحكومة السورية تمهيدا للقاء وفد ممثلي الهيئة العليا للتفاوض المنبثقة عن مؤتمر الرياض عصرا. المتحدث باسم الهيئة العليا للتفاوض سالم المسلط أعرب عن تفاؤله باللقاء وأشار إلى أن منسق الهيئة العليا للتفاوض رياض حجاب كذلك ممثل جماعة جيش الإسلام محمد علوش سيصلان إلى جنيف للالتحاق بالمفاوضات. يأتي هذان اللقاءان في إطار المباحثات غير المباشرة بين الطرفين لإعطاء فرصة للجهود الدبلوماسية التي تبذل لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية. الآن جولة على درجات الحرارة لهذا اليوم في بعض المدن الليبية. إلى العناوين. جلسة منتظرة لمجلس النواب اليوم لمناقشة تعديل الإعلان الدستوري. الاتحاد الإفريقي يعين 5 رؤساء دول لمساعدة ليبيا في التصدي لداعش. جان إف لوغيان يدعو لسرعة التوصل لحل سياسي في ليبيا لمنع تمدد داعش. شكرا لكم على طيب المتابعة. 218tv.net هو موقعنا الإلكتروني ويمكنكم مواكبة العواجل عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك ويوتيوب وأيضا على صفحتنا على تيليجرام وإنستغرام. سلام عليكم.